سي عمار، الترجي يبقى من كبار القوم في إفريقيا. من ناحية الأرقام، من ناحية عدد المباريات اللي قاعد يقوم بها، رقم صعب معناها في إفريقيا، وعنده معناها تجارب كبيرة ونجاحات، دونك ما نجموش ننكروا معناها الشيء هذايا. تقعد معناها في نفس السياق، في نفس اليوم مدرب جديد. راضي جعيد. اليوم مدرب جديد، صحيح فما نقايص تدل على مستوى الرشيد البشري، فما إصابات، فما كذا. لكن نحب نحكي فيه أنا كما قلت على المدربين. يلا. لما تجيب مدرب خلي له مجال باش يخدم، مش يحط خطة تكتيكية وانت تقول لا هذه ما تنجحش مزيان، لأن الخطة هذه كي يحب يلعب ثلاثة من تالي، ثلاثة خمسة اثنين، ثلاثة خمسة اثنين ولا ثلاثة أربعة ثلاثة، لأنها برشا برشا انتقادات. ينجم ينتقد لأنه السيد مرتاح بالوضع هذا، هو مرتاح، هو كيف يخدم يحس في روحه. ما نحبش أنا نقول مدرب يحب يجيب شيء غير للتغيير، لا، أنا أول ما نلعب مش أول مرة طلعت أنا بثلاثة، ديكي بيرو لعب بثلاثة بالترجي مدة طويلة. صحيح. مي ثم دي كلوب اللي عندهم التراديسيون نتاعهم يحب يقعد يلعب أكاسر، بالتالي ما يبدلش إلى آخره. لكن اليوم لا توندونس نتاع الكرة في العالم أجمع اللي هي لا ديفونس تروا موجودة. صحيح. ويلعبوا معناها في على طوال الموسم زوز ثلاثة خطط، لأنها تطور الإمكانيات التكتيكية نتاع اللاعب فرديا وجماعيا، وتفاجئ المنافس. فالعملية دي نتاع ثلاثة ماهوش يستقر عليها، راهو باش تلحم هي، باش يجرب ثلاثة وباش يعاود يرجع وباش يجرب ثلاثة ويعاود يرجع. في وسط اللعبة يا عمار، في وسط اللعبة الناس في وسط اللعبة وفي الاختيار إلى أن يلقى. والثلاثة أربعة ثلاثة ثلاثة خمس سنين راهي إذا كان ناخذوا الكرة مع الناس سوا، باش نفسر لك، كي نلعبوا بأربع مدافعين راهو نخرجوا في الكرة بثلاثة، نرجعوا المحور بين دوزاكسيو اللي هي موجودة بثلاثة، نرجعوا معناها باك يمين وإلا باك يسار مع دوزاكسيو اللي هي بثلاثة، ندافعوا كيف كيف بزوج محاور قدام البيفو، ونطلعوا لارير دروا ولارير جوش، هذا في الأربعة موجودين الكل في ولكن السؤال مطروح سي عمار، يقول لك اليوم ليزاتو اللي عنده نوعية الملاعبيه الموجودة عند راضي الجعايدي اليوم في الترجي، اسكو قادرين باش يطبقوا الرسم التكتيكي هذا 3 5 2 قادرين باش يطبقوا الرسم التكتيكي يوم تشوف العرفاوي يلعب لارير دروا؟ هذاك هو ماهوش خايب، شفتوا انا في ضعف في بعض، ولكن القوم نتاعو القدام يقول لك هي هو لا هي هو 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 غالبا باش يكون القدام عنده كلك معناها حاجات ادوار كلك جوستمون سي بلون ديفونسيف يعملهم هو، مش المشكل في العرفاوي، العرفاوي ينجم ينجح في الخطه هذيك مره اثنين ثلاثه اربعه ينجم يعني ينجح. هو سي عمار سامعني نحب نقص عليك، بدل تحكي في نقطه فنيه، هو الافضل تلعب بالخطه اللي ترتاح فيها انت ولا بالخطه اللي يرتاحوا فيها ملاعبيتك؟ هو اذا كان انا نرتاح في الخطه هذه وعندي اوكي، اذا كان ما عنديش الخطه نتاعي ما عنديش نلعب، هو الناس كل تمشي اغلب يمشيوا للموجود وقتاش هو وقت يدخل مثلا الموسم الجاي ويختار يجيب هذا في البوست هذا وفي البوست هذا ويحط يانسي دو سويت. مي انا نقول يلقى راحته في الشيء هذاك، نحكيش راه على مدرب يحب اثنين العمليه هذه باش تفاجئ برشا مدربين، مما باش يجبر المدربين الاخرين باش يحاولوا يتاقلموا مع الخطه هذه، كيف تلعب تلعب كريب كونتر الاسبيرانس كيف باش تلعب ليتوال كونتر الاسبيرانس كيف باش تلعب. معناها بالنسبه لي انا تدخل معناها شيء جديد على مستوى كره القدم التونسيه، اذا كان نبداو مش يعني هو بدعه جابها وكذا وكل، لكن تعطي يعني حسب تفكيري انا كيف نشوف الكوره معناها. لكن ماهوش راهو اليوم وغدوه بعد غدوه، تلزموا لاعبين، تلزموا لاعبين مؤثرين، لازم لاعبين باش يعملوا الديفيرينس. بالمجموعه هذه قادر الترجي يقدم الامام في الشامبيونز ليج الافريقي حسب المباراه الاخيره هذه ما زالت ناقصه، لكن كيف نشوف انا على مستوى الانتشار، على خاطر الخطه هذه على مستوى مسك الكره، اذا كان تحبوا ما نحكيوا على الاداء هذه باش تعطيك اداء به مؤكد من ناحيه الاداء، بنشوف اداء مع شويه صبر، لازمك شويه صبر تزيد لاعبين. هو راضي مدرب الترجي ديما يحكي على البرنسيب دو جو، شفتهم في مباراه الاتحاد الليبي؟ الاتحاد لا الشوط الاول فيه وعليه، الشوط الثاني يعني تحسن، تشوف يعني شوف لي ريبير يجيو بشويه بشويه، الشوط الثاني وبعد باش يرجع الأربعة وبعد باش يرجع الى ان يلقى معناها التوليفه نتاعو. باو الفريق الليبي راهو لا يستهانوا به المباراه هذه، لانستين ايكيب اللي تلعب سو بريسيون، حتى ولو يعني يزينوا برشا يرجعوا برشا كور التالي ويزينوا ياسر في الدفاع نتاعهم، لكن ما يخافوش حطوا كره لوطه ويلعبوا يبقى ديما دربي صعيب. اذا الترجي ما يجهز نفسك افضل ما يكون راهو ينجموا يتعبوا، لانهم هما غاديك وما يجازفوش يتحفظوا ويكنترو، دونك باش يلقاو راهو المساحات، فما حتى على مستوى معناها الخطه فما ديزاجيستمون لازم يصيروا. نحكي على الثلاثه في وسط التيران الدور نتاعهم دفاعيا ما لازموش يبقوا واقفين واحد وواحد وواحد، سي لو ميم لين وقت الدفاع باش عرض الملعب كل ما يكبرش عليهم، فما ديزاجيستمون ضراب يصيروا. فالحذر الواجب، الحذر الواجب، لانه فريق
يلعب تحت الضغط يمسك كرة وبش يلقى المساحات، فالترجي مطالب باش يسجل مبكرا. الأكيد رادي.